عرش الجمهورية ينتظر القمة، وكرسي الحكومة يفتش عن بلسم للتخلص من ضيق الصدر. العراقيين يقولون انفكت الشبسة، ويبدو هذا اللي راح يصير بعد اتفاق قوى الإطار على ترشيح محمد الشياع السوداني، وأول ارتداد إيجابي متوقع نشوفه وربما يظهر بالبيت الكردي. شنو المستجدات؟ خليكم ويانا. بعد ترشيح السوداني، أبرز مستجد هو اللي عرفناه عن توافق الكرد حول منصب رئيس الجمهورية. التوافق تم على عبد اللطيف رشيد من اليكتي كمرشح تسوية بدلاً عن السيد برهم صالح. نعرف أنه برهم عليه فيتو شديد من البارتي، ويبدو أنه بالمفاوضات الأخيرة نجح مسعود بارزاني بإقناع بافل طالباني بالتخلي عن صالح ضمن صفقة كبيرة تشمل تقاسم السلطة داخل الإقليم وبالحكومة الفيدرالية. هذا الخبر قد يعلن خلال ساعات أو يوم أو 48 ساعة. مع هذا، رسمياً الطرفين بعدهم بطور التفاوض، وتصريحات قياداتهم تأكد أن كل طرف مصر على موقفه. بس احنا تعودنا بالإعلام شيء وبكواليس المفاوضات شيء آخر، وأغلب الظن أنه الشبسة انفكت وساحت الساعة نودع برهم صالح رسمياً. طيب شنو دور قوى الإطار بالوصول لهذا التطور؟ دورهم أنه الجماعة بالبداية قالوا إحنا ننتظر توافق الكرد على مرشح تسوية، وإذا ما صار التوافق راح نصوت لبرهم مثل ما صار عام 2018. هذا المعلن بالظاهر، أما بالغرف المغلقة فما معروف شلون الإطار تحركوا على الطرفين. ربما سهلوا المفاوضات داخل البيت الكردي بطريقة أو بأخرى، وبالنتيجة تمت التضحية ببرهم حتى المركب يمشي. من الخاسر بهاي الصفقة ومن الفائز؟ الخاسرين اثنين، برهم صالح ومصطفى الكاظمي. أما الفائز فهي قوى الإطار اللي كسبت البارتي وأرضت اليكتي، وبالتالي حققت رؤيتها بتشكيل حكومة توافقية تستمر بيها أعراف النظام السياسي لما بعد 2003. وهذا بالضبط اللي كان يقاوم سيد مقتدى واستقتل حتى ما يصير. وهنا لازم نرجع للمعركة اللي راح تواجه هاي التوليفة التوافقية. المعركة هالمرة عنوانها ورمزها هو مقتدى الصدر، مقتدى اللي يتنازل عن استحقاقه إلهم مو كرماً منه، بل حتى يخليهم أمام الشعب وجهاً لوجه. هذه هي المعركة الحاسمة اللي تنتظر المشتركين بمعادلة السلطة الجديدة، أنها معارضة الصدريين اللي راح تقعد لهم ركبة ونص، وهو الرهان اللي ضحوا من أجله ب 73 مقعد بالبرلمان. فهل لدى قوى الإطار والكرد والسنة القوة لمواجهة القصاقيص والتغريدات القادمة؟ ما هي الخلاصة إذن؟ الخلاصة أنه فك الانسداد أو الشبسة بترشيح رئيسي الوزراء والجمهورية مو معناها نهاية الأزمات مثل ما يصير بالحكايات الشعبية والأفلام. هناك فصل قادم عنوانه معارضة الصدريين. بالأحرى، لا توجد حلول ناجعة بالعراق، ماكو حلول. الأزمات مستحكمة والخراب متراكم، ومستحيل حكومة تصلحها حتى لو كانت حكومة ملائكة. إحنا مو متشائمين بل واقعيين، ونعرف تماماً
انه وراء اي كبسه نخلص منها دائما تيجي كبسه اعقد واشد، وربك الحافظ من الكبسات. انا هم مكبوس من الرباط. حياكم الله. الشبسة هي الشبسة هي شنو الأزمة يعني مو يعني هي الشبسة وراح هي المكبوس يعني. أرحب بضيوفي الكرام ست سوزان منصور نائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني والأستاذ عقيل الرديني قيادي في ائتلاف النصر والدكتور أياد العنبر أستاذ العلوم السياسية. حياك الله. شكرا. حياك الله. بس أياد العنبر يعرف شنو هي الشبسة وممكن عقيل الرديني يعرفها بس ست سوزان تعرفين شنو هي الشبسة؟ واضحة واضحة. عندك ست سوزان تعرفين شنو هي الشبسة؟ الشبسة مو أكلة. الشبسة أعرفها يعني حسب ما أني فاهمتها انفكت الشبسة. لا 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 الشبسة مو الشبسة. مثلا مرات إذا وحدة عانس ما متزوجة فمن تتزوج يقولون انفكت الشبسة. هسه هاي جبنا. لا ما لها علاقة بالعنوس. هيجي فاهمتها ما أعرف إذا بغير طريقة تفهم. لا أنا آسف جدا إذا فهمت. هيجي فاهمتها. واحد مثلا معمول لعمل يقولونها من فتحة الشبسة. هي هاي طريقة فاهمتها ما أعرف. اشرح لي اشرح لي. لا هي همبي لا انا ما قاعد اشرح لك يعني هي صعبه شويه مو هاي سوالف الجنوب بصراحه انا كلش اسف بس يعني مرات تحتاج مفردات للتعبير عن ما اعرف شويه من من اي بس اعرف شويه من سوالف الجنوب عايشه هواية ويا اي زين قولي لي انفكت الشبسه يعني لدى اليكتي والبارتي لو راح يدخلون بدور العنوسه. مساء الخير والعافية عليك أستاذ عدنان وعلى مشاهدي اليو تي في وضيوفك الكرام. إن شاء الله إحنا فرحنا أنه انفتحت العقدة أو الشبسة. بس بيش طالبنا يا بأشو داخل بحيك كل حيل صدرك علينا. لا بالعكس والخسران هو الدكتور. أنا أقول اتفقتوا. أنا أقول اتفقتوا ست سوزان. أكو اتفاق معلوماتي أكو اتفاق. يعني الأخبار المعلومات اللي عندك ما أدري منين جايبها. أني لحد اللحظة الآنية لحد ما دخلت الأستوديو أي. رئيس حزبنا السيد بافل طالباني أكد على أنه مرشح التوافق أو تسوية أو مرشح التنافس هو نفسه الرئيس برهم أحمد صالح. يعني ما عندنا غير مرشح. ما أدري هاي الأخبار منين متسربت لك. طيب يعني هاي الأخبار حسب اعتقاده ما أعلم من الصحة صحيح. طيب بس أنت تعرفين أنه بعد ما أنه حصل توافق شيعي على رئاسة الوزراء صار الثقل الآن على الحزبين الكرديين. المفروض أكو اجتماع بين السيد بافل والسيد بارزاني اليوم أو باكر، وتعرفين أنه أكو تسبق أشياء قبل الاجتماع. أكيد أي. نعم أكو تلميحات على أنه أكو اجتماع قادم، ولكن الإطار التنسيقي ما يقارن مع الحزبين الكرديين. يعني الإطار التنسيقي من البداية كانوا بجبهة واحدة، وإحنا والحزب الديمقراطي الكردستاني كنا بجبهتين مختلفتين. إحنا كنا مع الثلث الضامن والحزب الديمقراطي الكردستاني طيب. كان في جبهة تحالف وطن طيب. يعني كنا من البداية يعني هذا الاختلاف موجود من البداية. أما الإطار التنسيقي كانوا يعني في جبهة واحدة، هذا الشيء معروف. وإحنا نتمنى أنه إذا الحزب الديمقراطي الكردستاني توافقوا يعني على مرشحنا فأهلا وسهلا، وأكيد إحنا راح نكون معاهم مرنين بالفترة القادمة بملفات أخرى. ولكن وإن لم نتفق فهو حق دستوري، يعني كل واحد من عندنا يروح للبرلمان بمرشحه. زين أنت علقتي على اختيار ترشيح السوداني، إحنا فرحانين باختياره. شنو اللي فرحك باختيار السوداني يعني؟ نعم نعم. أصلا نعم. تم استشارتكم يعني بشيء مثلا؟ فرحانين يا بهس أنت ذكرتها، قلت انفكت الشبسة، يا ريت الشبسة تنفك. يعني السيد السوداني أيضا شخصية معروفة بالساحة السياسية، أهم شيء معروف عنه أنه إنسان نزيه، وهذا اللي إحنا نطلبه بالبداية، أهم شيء يكون نزيه.
وايضا يعني انسان ابدا اداءه الحسن بالوظائف اللي اداها بالسابق، يعني اداءه كان اداء حسن. ونتمنى يعني ان شاء الله، هذا الكلام مو عن السيد السوداني، اكيد هو شخصيه معروفه وتقريبا الاكثريه متفقين عليه، حتى ولو الشخصيه كانت غير شخصيه غير مقبوله من الجميع. نتمنى يعني مباركه سماحه السيد مقتدى الصدر ايضا والتيار الصدري، لان رايهم مهم ومشاع يعني نقاطهم مهمه انه ناخذها معانا في الحكومه المقبله. لا بس خليني من سيد مقتدى، يعني كلنا يراد له شغل خاص وحوار واسئله خاصه، بس خليني اسال الاستاذ عقيل الروديني، يعني انطيني عن جو قوى الاطار باعتبار ائتلاف النصر موجودين داخل قوى الاطار، وهو ايضا كان مرشحة السيد العبادي، كيف تم الاتفاق على السيد السوداني؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك استاذ عدنان والى ضيوفك الكرام مشاهدي قناتكم العزيزة. لا يخفى على الجميع يعني كانت هنالك مفاوضات معمقة وعسيرة منذ يعني الانتخابات، ولحد هذه مضت 9 أشهر، هنالك شد وهنالك جذب وهنالك تحديات. يعني كانت لدى التحالف قوى الدولة مبادرة لقوتها يعني السيد العبادي والسيد الحكيم، وهذه المبادرة أعتقد امتصت جزء كبير من الغضب لدى التيار الصدري عندما قلنا يجب أن تكون هنالك حكومة انتقالية ولا يمكن أن نضع الأخوة في التيار الصدري خلف ظهورنا ونعطيهم الإشارة الإيجابية من أجل العودة إلى انتخابات مبكرة سريعة يتم الاتفاق عليها. كل هذه الأمور يعني هذا في أعتقد في 24 حزيران كانت هذه المبادرة، لكن لكل حادث حديث كما يقال. استمرت التفاوضات وكانت هناك أجواء إيجابية. السيد العبادي تخلى عن الموضوع مثلا الماضية. أستاذ عقيل، السيد العبادي عنده خبرة وعنده مقبولية و الرجل يعني كان يعني ما يشكل عليه يعني. السيد العبادي تخلى عن الموضوع لأسباب هي تضحية. عندما يعني الوطن يحتاج تضحية كبيرة، وعندما لم يكن هنالك توافق 100% على شخصية معينة، وبالتالي ممكن أن يكون للخط الثاني شخصيات مرشحة من اللي وافق على السيد السوداني وتم الاتفاق عليها. أستاذ عقيل، من اللي وافق عليه؟ صدق إجماع يعني؟ لو أنا أعتقد كانت الأجواء إيجابية، وأعتقد لا يوجد أي معارضة داخل الإطار التنسيقي على السيد محمد الشاعر. أنت مرة تقول مفاوضات عسيرة، مرة تقول أجواء إيجابية. لو عسيرة لو إيجابية. لا لا، أنا قلت خلال الأسابيع الثلاثة كانت أجواء إيجابية، وكانت هنالك تفاهم، وكانت هنالك آليات، والآليات حضرتك تعرفها اللي صار بها تصويت وصار بها الخط الأول والخط الثاني. عموما وصلت المرحلة إلى الشخصيات الخمسة، والأخ الأعرجي تنازل، الأخ الأستاذ الدكتور العبادي تنازل، وبالتالي صار التوافق على السيد محمد الشياع السوداني. وهذا الاتفاق مبدئي أنه عندما يتم التوافق على أي شخصية من المرشحين يتم دعمه من كافة الأخوة في الإطار، وهذا ما حدث فعلا. لذلك اليوم الجميع هم يدعمون السيد السوداني بهذا الاتجاه، ويأملون له أن يوفق خلال المرحلة القادمة بإدارة الدولة، وأعطاه فرصة حقيقية من خلال اختيار فريق قوي، فريق مهني بدون تدخل من قبل الأطراف السياسية، من أجل نجاع العملية السياسية خلال المرحلة القادمة. بس أني دكتور أياد العنبر حياك الله، أريد منك تفكك لي عناصر تشبسة، شلون انفكت، شلون تم التوصل إلى السوداني، وشنو علاقة هذه التسريبات، وشنو أيضا هاي التسريبات اللي توصلنا أنه اليكتي والبارتي متفقين على شخصية عبد اللطيف رشيد. تفضل دكتور. هي كلهن صار. حياك الله أستاذ عدنان وأستاذ عقيل. يا سيدي خليهن وحدة وحدة، يعني أول مرة خلينا بالسوداني وبعدين نرجع إلى مساعدة من صديق يعني غريبة يعني. يقولون أنت شمرتهم كلهم. هاي
اي خلينا بالسوداني هسه. هو لين قضية بالقضية السودان الكل يعرف أن أساس المشكلة كانت وصلت أو المرحلة الأخيرة كان أكو ثلاث اتجاهات داخل قوى الإطار. الاتجاه الأول كان إصرار السيد المالكي على أن هو يكون من الخط الأول، لو يكون من الخط الأول لو كل الخط الأول ما ينافس. القضية الثانية قضية أنه الأسماء التي طرحت كان هنالك إصرار من السيد هذا العامر أن يطرح بعض الأسماء مثل السيد فالح الفياض وعبد الأسيح عبطان وقاسم العرجي. في قبال ذلك أكو اتجاه ثالث كان يريد يكسب مناورة ويبقي حكومة السيد الكاظمي أو ينتظر الفرصة عدم توافق حتى يقول نبقي الكاظمي. اصطدموا حقيقة بإرادة موقف السيد المالكي، هذه قضية يعني واضحة كانت أنه يجب أن يحسم هذا الموضوع. كان هنالك خاصرات رخوة أيدة داخل الفتح داخل بقية القوى الأخرى، ولذلك من انحسم موضوع الصف الأول بدأ أنه ما عندهم حقيقة كل الأسماء اللي كانت مطروحة هي ليست أبناء شرعيين للإطار إذا صح هذا الوصف. سيد محمد الشيعي السوداني هو الابن الشرعي للإطار، ولا يوجد، أقولها بكل صراحة وبضرس قاطع مثل ما يقولون باللغة، أنه لا يوجد شخصية قادرين على تقديمه غير السيد محمد الشيعي السوداني. مو قضية أنه هم عقمة الرجال وغيره، لكن الظروف الاستثنائي وعدم تلوث السيد محمد الشيعي السوداني بقضية أنه فساد وغيره مثل ما قال السيد بشرى تعطيهم جانب من الأريحية. البارحة غالب قال من لا تشارة، أنه هذا الموضوع من لا تشارة. طبعا هو ماكو غيره حقيقة. أنت هسه إذا نقعد إحنا نتناقش الأسماء المطروحة بغض النظر عن الخط الأول، الخط الأول كله ما مقبول، يعني عليه إشكاليات راح يصير. بالنتيجة النهائية أنه طيني شخصية آخر ابن شرعي للإطار. هم متأكدين من هذه القضية أنه لا يمكن أن يكون هنالك شخص، شوف حتى وسائل التواصل الاجتماعي تختلف على قضايا جانبية أنه من الإطار أنه كان مع السيد المالكي، لكن ما أحد يطعن بنزاهته. هذه نقطة إيجابية للسيد محمد الشيعي، ولذلك هم قدموه، يعني خياراتهم مو كثيرة بالموضوع، بس بقوا يراوحون. قلت لك هاي الاتجاهات الثلاثة كل واحد كانت الشخصنة طاغية جدا. جانب ثاني قضية الكرد، حقيقة المعلومات أيضا سمعتها من عندك من سيد بشر، لكن هم ما كان أنه يتفاوضون جديا لولا حسم الإطار قضية مرشحة لرئاسة الوزراء. إشقد أنت بس يا واش علي دكتور، إشقد أنت مثلا أنه الإطار هو اللي راح يشكل الحكومة وهو اللي اختار السوداني باور دفع للاتحاد الوطني، أنطاهم هذا الشيء لولا أمام البارتي؟ لا لا حقيقة لا 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 ما محسوم الموضوع أمام أنه الحزب يعني الديمقراط كردستاني. لا تنسى مشكلة السيد برهم صالح أيضا، أنا أقول لك راح يصطدم بفيتو السيد المالكي، لكن مشكلة الخيارات والمناورة راح تكون أيضا مطروحة. هامش المناورة كبير جدا الآن للضغط على حلفائهم وللضغط على شركائهم الآخرين في البارتي واليكتي. الآن الملعب يعني بين البارتي واليكتي، ضاغط الجمهور والضاغط على الوضع الحالي واللي يحسم المعركة هم أيضا قوى الإطار التنسيقي. البارتي ما يدخل إذا ما يحسم هذا الموضوع، إذا ما يدخل إلى نقطة ما يعيد مستحيل سيناريو 2018، وهذه ورقة الضغط عند الإطار أنه إحنا ندخل ب 2000 مثل ما صار 2018 المرشح اللي يفوز. لكن أعتقد احتمال، هذا توقع يعني تحليلي، احتمال أن يصير بالغرف الخلفية اتفاق أنه يمشي مرشح البارتي في قبال أن هنالك تعويض آخر يحصل عليه اليكتي، بمعنى أنه لا يتم الكسر باليكتي باعتبار أن مرشحهم غير مشى، يعني ما مشى السيد برهم صالح، ولا هم اليكتي يكونون محرجين أمام تمسكهم بمرشحهم السيد برهم صالح. مقبولية السيد برهم صالح تصطدم بكثير من القضايا، أولا مصداقية الإطار، وهذا جانب آخر بها، لأن هم كثير من المواقف قدموا تنازلات حقيقة. طيب ما نعرف انه التنازلات بس خلي استوقفك هنا دكتور تغريدة آسف. السيد مقتدى الصدر لا تنساها يا تغريده منهم، يا تغريده منهم دكتور،
ضد برهم ها؟ ما قضية السيد برهم صالح واضح هذا الكلام بس أريد أسأل شيء العفو على المدان بالضبط هذه كثير من القضايا بس خليني أسأل ست سوزان ذات السؤال اللي سألته إلى حضرتك يعني أنتوا قريبين جدا يعني أنتوا حلفاء مع قوى الإطار بس هذا التحالف وأنه إخلاء الجو من قبل السيد مقتدى لقوى الإطار ما أعطاكم أسبقية أو أفضلية أمام البارتي على العكس تماما هناك كلام أنه قوى الإطار يحاولون أنه يفرضون على الاتحاد الوطني بالتنازل للتفاوض وللتسوية مع قوى البارتي يعني اللي عجبني اللي دا أسمع الليلة من حضرتك ومن ضيفك الكريم يعني هاي السيناريوهات بصراحة جديدة علي أنا أصلا ما سامع بيها الإطار ما فرض علينا أي شيء لحد الآن يعني ما أتصور وراح يفرض علينا بالمستقبل يعني إحنا كانت أمامنا للإطار التنسيقي يعني كان عندنا التزامات أخلاقية وسياسية ويعني ننتظر الرد بالمثل تقريبا والإطار التنسيقي المالك ما عنده فيتو على السيد برهم بالنسبة للي ذكر لتغريدة سماحة ما لحد الآن ماكو أي فيتو على السيد برهم أما بالنسبة لتغريدة سماحة السيد مقتدى الصدر فكان للرئيس برهم صالح جواب على هاي التغريدة ولكثير من القضايا يعني المقبولية كما ذكرتوها مقبولية الدكتور برهم أحمد صالح هذا اللي يدعي أو اللي يعطي الأهمية على أنه الحزب الديمقراطي الكردستاني يسعى للتوافق مع الأحزاب الأخرى أو للتفاهم مع الإطار التنسيقي بالعكس القبول اللي عنده عند كل الكتل السياسية هذا اللي يدعي للقلق بالنسبة للحزب الديمقراطي طيب ست سوزان على اعتبار أنه يعني قوى الإطار الآن الأغلبية في مجلس النواب تتخيلين ممكن أنه قوى الإطار يدعموكم بالجلسة الأولى وممكن يعني يمررون مرشحكم السيد برهم صالح تتخيلين بهالشكل هذا؟ أتخيل هذا الشكل ليش لا؟ لأن كما ذكرت لك إحنا كان عندنا التزامات أخلاقية وسياسية للإطار وننتظر الرد بالمثل أكيد والإطار وقادة الإطار التنسيقي يعني معروفين أكيد رح ننتظر الرد بالمثل مو فقط اعتمادنا على الإطار التنسيقي أيضا أكو تفاهمات بين وبين الكتل السياسية الأخرى وبالنهاية الكرة ترجع لملعب مجلس النواب فالنائب هو اللي مسؤول عن صوته ودائما أذكرها وأكررها يجوز هي تكون إعادة النائب أدى القسم الدستوري وهو مسؤول عن قسمه يعني يصوت للشخص المناسب أو للشخص اللي يشوفه هو مناسب ومقبول عنده بضمير ووجدان أنت تشوفين حضرتك أنه القوى الشيعية حصل بيناتها كسر عظم بين قوى الإطار والتيار الصدري الاتحاد الوطني ممكن يكسر عظمه مع البارتي في سبيل برهم صالح؟ لا كسر إن شاء الله ما ينكسر العظم وكسر العظم العظم إذا انكسر ينجبر أكيد مو معناها أنه حصل خلاف خلص ما رح يلتأمون إحنا من البداية كاتحاد وطني كردستاني كان هدفنا التحام كل القوى السياسية يعني التحام الشيعي الشيعي السني السني الكردي الكردي مع كل القوى السياسية بالساحة يعني كان هذا هدفنا ولحد الآن إحنا ماكو بيناتنا وبين الديمقراطي كسر عظم وإن شاء الله ما راح يكون أكو كسر عظم ويعني المحاورات اللي بيناتنا يعني تفاهمات إيجابية أكثر من أنه تكون سلبية طيب. وإذا الحزب الديمقراطي الكردستاني توافق ويانا على مرشحنا أكيد إحنا كاتحاد وطني كردستاني راح نكون وياهم مرنين بالمستقبل بملفات أخرى وعلى كسر العظم الشيعي الشيعي يعني نتمنى أنه كسر العظم ينجبر بالمستقبل وإن شاء الله راح ينجبر يعني الانفراج السياسي اللي صارت بالساحة واقع الحال يتحدث غير شيء يعني إحنا نتحدث واقع الحال واقع الحال مرير بصراحة يعني واقع الحال مرير أستاذ عدنان واقع الحال مر يعني اللي أنا سمعته أنه أي مرشح يعني صار ليومين ثلاثة أتردد على البرنامج على عديد من البرنامج السياسية دا أشوف منو اللي أي مرشح لرئاسة اللي يتحمل الوزراء ست سوزان هو غير مقبول منو اللي يتحمل نعم. معارضة الشعب بالنهاية اللي يتحمل معارضة الكل والخلل يتحمل الشعب بالنهاية أنت انفكت يعني شبسة لسانك اليوم ست سوزان علي أعطيني مجال خلي أسأل أستاذ عقيل راح لا يزعل علينا واقع
خلي أكمل كلامي، خلي أكمل كلامي، مو محملة هواية. صار لي يعني دا أسمع أنه الشخصية، أي شخصية يكون أنه غير مقبول، يعني يصير براعة اختراع ونخترع شخص. لا ست انتم تشلبين بسيد برهم يعني صالح يا ستي، انتم يعني السيد الصدر ما يريده، المالكي فيتو على السيد برهم صالح، انتم السيد مسعود ما يريد برهم، انتم اللي تشلبين. والله مو بس رئاسة الجمهورية، صدقني تشبس عدم تقبل الآخر. احنا ككتل سياسية ما حد بينا متقبل الآخر، المفروض يكون عندنا تقبل لبعض. أنا سؤالي شنو ست سوزان؟ عن جزء بسيط من سقف متطلباتنا من أجل الشعب. سؤالي فضل. سؤالي خليني أسأل الأستاذ عقيل، ماكو كتلة اليوم تتحمل أن يكون سيد مقتدى بالمعارضة؟ اليوم إذا اتفق البارتي مع اليكتي وحصل اتفاق إطاري على ترشيح السوداني، بمعنى أنه التيار الصدر راح يكون بالمعارضة، منو من الكتل اليوم اللي موجودة تتحمل أن يكون سيد مقتدى بالمعارضة؟ أستاذ عقيل تفضل. الله يحفظكم. يعني فيما يخص هذا الموضوع، أكيد أنه السيد الصدر هو انسحب من البرلمان ولم ينسحب من الحكومة، وكان ولا يزال يعني جزء أساسي يعني من المكون الأكبر، وهو الكتلة الفائزة. بس الأكبر بس فصل لي شنو شنو انسحب من البرلمان ولم ينسحب من الحكومة؟ الرجل انسحب بعد شنو؟ لا لا، من الحكومة باقي، لديه يعني كياناته ولديه شخصياته ورجالاته في معظم مفاصل الدولة، وهذا دليل على أنه لم ينسحب من العملية السياسية، انسحب من البرلمان فقط. لذلك يعني حتى التغريدات اللي بعد الانسحاب ما تدل على أنه انسحب من الحكومة، يعني عندما كان هنالك تغريدة على السيد برهم صالح وتغريدات أخرى، وحتى التغريدة الأخيرة يعني على تشكيل أو اختيار السيد محمد الشياع السوداني، هم كان هنالك رأي لدى الأخوة في التيار الصدري أو السيد الصدر شخصيا. إذن الفيتو اللي صار من قبل السيد الصدر على السيد برهم صالح، وكذلك فيتو كردي، أعتقد يضع الإطار في حرج في تسويق السيد برهم صالح والاتفاق مع الأخوة في الاتحاد الكردستاني. لذلك اليوم الإطار يدعو الحزبين الكرديين اليكتي والبارتي على أن يتم توافقهم على شخصية واحدة لغرض الخروج من هذا الحرج السياسي أو يعني كما يسمى. اليوم هنالك فرصة أن يتوافق الحزبين الكرديين على شخصية واحدة، وأعتقد الاجتماعات والحوارات مستمرة بينهم. بس سؤال استراتيجي يعني حقيقة، أعلن الحزب الديمقراطي السيد العبادي ائتلاف النصر، وحتى يعني السيد الحكيم يعني تحالف قوى الدولة، يعني أنتم شنو اللي حصلتوه من تحالفكم مع قوى الإطار ووقوفكم بالضد من سيد مقتدى، وأنتم كنتوا أقرب إلى سيد مقتدى خطابكم؟ هذا السؤال يعني هي تجيني مرات سوالف، ما أعرف هذا السؤال زينة بس إلى ما إلى بس أقول أنتم شنو اللي حصلتوه؟ أستاذ عدنان، هذا السؤال سألناه إلى الدكتور، سألناه هذا الدكتور إلى حيدر العبادي، يقول نحن لا نسعى إلى كرسي السلطة أو كرسي الحكم، ولكن نحن نريد معادلة الحكم اللي هي تنتج الدولة ومؤسسات الدولة، فإذا كان هنالك من يقوم بهذا الموضوع وينجح نحن ندعم، ليس حكرا على السيد العبادي أو غيره. هذا الموضوع لا يسعى إلى الحكم يعني بقدر ما يسعى إلى تنفيذ معادلة الحكم. يعني ما جاء أفتهم، إحنا حزب داخلين ما نسعى للسلطة، شنو يعني بزنس مان عندكم؟ يعني كل حزب يريد سلطة يا سيدي، مو صحيح؟ سلطة مو سلطة حكم، وإنما سلطة مؤسسات، نحن نريد أن ننتج الدولة، فإذا كان هنالك شخص تم التوافق عليه بنفس المبدأ لا شك أنه إحنا سوف ندعم هذا الشخص، وهذا ما حصل مع السيد محمد الشاع السوداني عندما تعهد الرجل يعني تشكيل فريق قوي
ينسجم مع الكثير من الكتل السياسية أو جميع الكتل السياسية بدون إخصاء، ويعمل من أجل مصلحة الشعب العراقي، ويختار لحكومة مهنية قوية قادرة على تحمل التحديات في هذه المرحلة، وتعاطي مع يعني الكتل السياسية كذلك مع الجوار الإقليمي والدولي وكل هذه التحديات. فيجب أن نكون داعمين عندما يكون هكذا توافق على هذه الشخصية، ولا نصر يعني على شخصية مثلا معينة. كنا نطمح يعني أن يكون السيد عبادي لديه تجربة طويلة في إدارة الدولة. الحكمة والنصر كانوا يسعون إلى شيء بعدين، لأن يعني أنه الذهاب مع التيار الصدري مع التحالف الثلاثي كان بضبابية لمستقبل النصر والحكمة. بس خليني أسأل هذا الشيء الدكتور أياد، أقول يعني شلون ممكن لقوى سياسية مثلا قوى الإطار وقوى البارتي واليكتي يتحملون معارضة مثل معارضة سيد مقتدى؟ يعني أنت شايف من تنكتب تغريدة شلون تأثر، شلون وقع تأثيرها بالشارع دكتور أياد؟ هو أنا أعتقد هذا الموضوع هو من ناحية إيجابية، معارضة داخل البرلمان، رغم أني قناعتي أنه لازم إعادة الاعتبار للمعارضة داخل البرلمان، راح تكون معارضة يعني غير منتجة لسبب بسيط. ماكو معارضة قادرة على أن تكون فاعلة داخل البرلمان إلا في إطار عرقلة بعض الكثير من القضايا أو بعض القضايا، ومن ثم تعطي مبرر للحكومة. إحنا ما وصلنا إلى هذه المرحلة للعمل المؤسسات، هنالك صفقات هنا غيره من القضايا، لكن أرقام صعب كان ممكن أن تغير المعادلة. مثلا إذا إحنا ذاهبين إلى 100 نائب معارض ووضوح وبرنامج معارضة واضح ممكن يعدلون المسار، لكن هذه ما نجحت داخل البرلمان. والآن أؤكد لك فد قضية، من الآن التشظي بقوى المستقلين راح يكون أيضا تجربة سيئة على عنوان المعارضة. بالنتيجة النهائية تصحيح المسار صحيح ما نتمناه، لكن معارضة خارج البرلمان بضاغطة بشخصية بمنظمة تماما مثل تيار الصدري وجمهور التيار الصدري، هذه تخلي الحكومة تحسب لها ألف حساب. لا وهذا بس اللي بس دكتور يعني معارضة الصدر مو معارضة أقلية، معارضة الصدر معارضة شلل. لا لا شلل صح شل يعني ممكن أنه تتجه هذا الاتجاه، لكن أنا أقول بالنتيجة هذا هم ضاغط تحدي. يا أخي ما يصير إحنا كل الفترات الماضية الكل بالسلطة وكل يشكي وكل يحكي بلغة المعارضة. حكومة السيد العادل عبد المهدي صدعنا ودوخ راسنا، يقول أنا ما مدعوم برلمان، بعد منو يدعمك؟ شو هم كلهم متوافقين عليك. السيد الكاظمي يقول أنا ما مدعوم، وبالأخير تحولت إلى معاقب معاملات. ليش أنت ما تعرفهم قبيل؟ لو سيد عادل عبد المهدي ما يقبل. الآن عندك أنت السيد السوداني مرشح الإطار لا جدال في ذلك، والحكومة القادمة حكومة إطار لا جدال في ذلك. وهذا الميدان خلي يقنعون الناس أول شيء، مو يفكرون بس يقنع أنه الزعيم الفلاني والشخصية الفلانية وغيرها من القضايا. وهذا تحدي ضاغط على السيد السوداني. أنا أعتقد السيد السوداني أمام فرصة أنه هو كلش متره، أكثر واحد متره بالإطار، إطار بعد ما يقدر يتراجع عن هذا الموضوع. يقول لهم يابا أنا قدامي شارع ما مقتنع أو متذمر من كل عناوينكم، وأنا فرصتكم الأخير. وبالنتيجة قدامي تيار منظم إذا طلع تظاهراتي يشلك كل المحافظات الوسطى والجنوبية، وتشرين لعبة صير يعني قياسا إليه، تشرين على التنظيم وغيرها لا تقارن إذا طلع التيار الصدري. ليش؟ لأن ويا جمهور ساخط مو بس جمهوره هو. بالإضافة إلى ذلك عندك كثير من الفرص ممكن تستفاد من عدها، فلو يفرض برنامجه ويفرض مرشحينه ويفرض فريقه ويفرض رؤيته، لو بالنتيجة النهائية يشوف الأمور إذا رادوا يتخلون عنه داخل البرلمان أو عفوا داخل الإطار، أعتقد أنه سوف يحرجهم تماما في حالة الانسحاب. ليش؟ هو أكثر واحد مترهي. نعود إلى قضية المعارضة. طوال الفترة الماضية ماكو ضغط من المعارض. السيد مقتدى الصدر في حكومة السيد المالكي الثانية كان دائما أنه يلجأ إلى سحب نوابه، أي لو يجمد نوابه لو يسحب وزراءه، ويطهام الكبير أنه لتغول حقيقة رئيس مجلس الوزراء بذاك الوقت، وحاشيته يخلي وكيل من جماعته يخلي واحد بالوكالة، ومشت الدولة بطريقة فوضوية.
أيضا بحكومة السيد عادل عبد المهدي كان ما حد نعرف أنه منه أبو الفشل، وبحكومة السيد الكاظم الآن السيد الكاظم من يتحدث بلغة كأنما أنه راقص ويا الأفاعي، مرة بيسكل عنده ما أدري شلون يقوده، وهذه المفاهيم الشعبوية. ترى أقول لك هسه مشكلة عند الإطار، إطار ما جاي يغادرون مشكلة المفاهيم الشعبوية اللي يريدون يقنعون الشارع بها. عمي غيروا خطابكم، غيروا خطابكم باتجاه دولة، باتجاه تحدي، قولوا هاي أولوياتنا. تبقون أنتم بالغيبيات، تبقون ما أدري شنو هذا التوافق حققنا نصر عليه ومزهوين بقضية. عم التحدي اللي عندكم أكبر تحدي تواجه العملية السياسية، لو تفشلون كلكم كزعامات ماكو واحد يقدر يتبرى هاي المرة. المترح الوحيد هو سيد مقتدى الصدر، يقول لك أنا ما عدي بالبرلمان. تجاملونا تغازلونا شو تقولون؟ تقولون لا والله احنا نتفاوض نعطي وزارات. لا، اكبر فشل هذا جاي تقودونا وتقولون احنا مو قد المرحله، وانما نريد نعود التوافقيه بطريقه المجاملات السياسيه. وهاي المجاملات خاف باكر عقبه تقولون تريدون تتبرون من المسؤوليه. الاطار امام تحدي كبير، والتحدي الكبير لو يكونوا رجالات دوله حقيقيين ومؤمنين بمشروع تصحيح المسار ويتنازلون عن كثير من القضايا، اولها الصفقات آخرها قضية المجاملات، لو يكونون حقيقة يريدون يمشون الموضوع. يعني محمد الشيعة السوداني هي الدنيا ما تختلف في يوم وليلة، أمام فرصة تاريخية، أمام فرصة تاريخية. يعني طبعا بس أنا ما أريد أدخل بموضوع السيد السوداني، ممكن نشتغل عليه مستقبلا، شخصيته، خلفيته الحزبية والثقافية والاجتماعية. بس أسأل شيء السيد سوزان، يعني أنتوا راح تخلون كل يعني كلها راح ترموها في سلة الإطار؟ يعني إذا تم الإصرار على السيد برهام صالح ومخالفة للسيد مثلا مسعود بارزاني حليفكم وشريككم بالإقليم، يعني راح خلاص راح تكونون أنتم ظل لقوى الإطار والسنة، يعني سنة السامراء عزم راح يكونون ظل لقوى الإطار. تقبلون بهذا الشيء سيد سوزان، أن تكونون ظل لقوى الإطار؟ لا، الموضوع مو موضوع ظل لقوى الإطار. يعني لو استمرينا إحنا بمرشحنا، يا إما نكون ظل لقوى الإطار يا إما لازم نتنازل عن المرشح. ليش المعادلة تنحسب بهاي الطريقة؟ ليش بهاي الحسابات حسبوها؟ روح التسوية. يعني كما ذكرت أنه وإذا ماكو تسوية، يعني نتمنى، نسعى ونتمنى أنه الحزب الديمقراطي الكردستاني يتوافق معنا على مرشحنا، ولكن إذا ما توافقوا يعني مع مرشحنا، يعني هاي من الناحية الدستورية هو يروح بمرشحه وإحنا نروح بمرشحنا. وأنا متأكدة من أنه المعادلة النيابية أنه راح يكونون حسب المعادلة النيابية والتفاهمات الموجودة والتحديات اللي تواجهنا، أنه العدد النيابي راح يتعدل 220 وراح يحصل تكملة للنصاب، وراح تحصل جلسة رئاسة الجمهورية، وراح يختار رئيس الجمهورية، أكيد راح ينتخب من قبل مجلس النواب. شنو يعني العلاقة بين الحزبين، علاقتهم بين الحزبين اليكتي والبارتي شلون ينعكس على الإدارة، على الموازنة، على موقف الحزبين في بغداد عندما يتمسك الاتحاد الوطني بمرشحة ويصر عليه؟ شلون راح تكون مستقبل العلاقة بيناتهم؟ نعم، العلاقات لازم، يعني احنا نسعى انه العلاقات لازم تكون علاقات جيدة، لأنه عندنا تحديات تواجهنا بالأقليم أيضا هنا بالحكومة المركزية. يعني لازم يكون أكو بيننا تفاهم. مو معنى إذا إحنا ما اتفقنا على رئاسة الجمهورية أنه مثل ما ذكرت راح يصير بيناتنا كسر عظم، أكيد ماكو هيجي شيء. يعني لو نتفاهم ماكو حل آخر. أفهم من كلامك ست سوزان أنه سيناريو 2018 ما راح يتكرر ب 2022. لا، ليش سيناريو اللي حصل ب 2018 هي الاستحقاق النيابي، واللي راح يصير يعني اذا ما اتوافقنا على مرشح واحد يعني معناه راح التجربه النيابيه تتكرر. يعني ليش اسمه سيناريو؟ الموضوع مو موضوع سيناريو. يعني انا بالنسبه لي كنائبه اديت القسم الدستوري، يعني راح اصوت للمرشح اللي اشوفه مناسب لي، المرشح اللي اشوفه انسب مرشح بالفضاء الوطني، واللي راح يكون حامل الدستور قبل كل العراقيين ويعامل كل العراقيين بدون تفرقة. يعني أنا أشوف أنه هذا المرشح الدكتور صالح وأنا راح أصوت له، وبقية النواب أكيد يعني حرين في تصويتهم.
تشعدكم ويا الإطار ست سوزان؟ ليش تحبون الإطارين بهالشكل هذا؟ لا شعدنا يعني احنا نحب الكل، يعني الساحة السياسية تشهد لنا انه احنا ما يعني ما كنا ضد اي قوة سياسية بالساحة، يعني يمكن كل الاحترام لسماحة السيد مقتدى الصدر والتيار الصدري وايضا الاطار التنسيقي، يعني قادة الاطار التنسيقي ايضا، حتى مع الديمقراطي ابوابنا مفتوحة والتفاهم موجود مع عزم مع سيادة مع بابليون مع المستقلين، يعني احنا ما عندنا خلافات. سؤال ست سوزان اخير مثل ما قلت الكسر العظم عقيل. مع بس اي أقول قوة يعني لا الاتحاد الوطني من حلفائكم غير قوى الاطار ومن خلفهم الإيران، من حلفائكم؟ أنتم علاقاتكم مع السنة غير جيدة. لا علاقاتكم ليش مع إيران؟ السيد مقتدى يعني غير جيدة. إيش دخل إيران بالموضوع؟ علاقاتكم مع البارتي غير جيدة. لا الحمد لله الحمد لله، لا علاقاتنا مع الجميع جيدة، يعني إحنا ما عندنا خلاف جوهري مع أي قوة سياسية بالساحة. وش دخل إيران بالموضوع؟ إيران ما لها أي علاقة بالموضوع، الموضوع موضوع داخلي، موضوع رئاسة جمهورية العراق وحكومة العراق، المفروض أي قوة خارجية ما تتدخل بالموضوع، يعني الموضوع يعنينا إحنا. ليش إش دخل إيران بالموضوع وإحنا من البداية الساحة السياسية كلها تشهد لنا ما وقفنا مع قوة معينة ضد قوة أخرى، يعني ما كسرنا العظم ويا أي شخصية أحد مثل ما شخصية السيد عبد اللطيف رشيد العظم. يعني شخصية محترمة وشخص يعني أكيد 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 ماكو احتراض عليه لا من البارتي أكيد يعني أنا الموضوع لا أنا ما عندي أي اعتراض عليه، الموضوع موضوع الحزب، رئيس الحزب السيد بافل طالباني هو اللي يقرر من هو الشخص الأنسب ومن هو المناسب لرئاسة الجمهورية ومن هو مرشحه، وأنا ما أتدخل بهذا الموضوع، يعني اللي علي أنه أنا أتقبل الفكرة، يعني والسيد بافل طالباني هو اللي رشح الدكتور برهم أحمد صالح وشاف أنه هو أنسب واحد لرئاسة الجمهورية. يعني إذا قال بافل قال يعني ما أعرف رئيس حزبنا طبعا رئيس الحزب أكيد طيب يعني وهاي أجندة كل الأحزاب السياسية، يعني أنا بالنسبة إلي تجربتي تجربة نيابية، أنا تجربتي رقابية نيابية، يعني أستمع للمكتب السياسي للحزب وأكيد لرئيس الحزب السيد بافل طالباني، يعني هاي المواضيع هي مواضيع أنا أشكرك يعني هي هو الوضع هالشكل بالعراق فعلا، بس أنا كنت أتوقع يعني أكو مساحة لدى يعني الاتحاد الوطني أنتوا يعني مختلفين عن لا الاتحاد الوطني الكردستاني يختلف أكيد هذا أنا معاك بهذا الشيء، الاتحاد الوطني الكردستاني يختلف على اعتبار مام جلال الله يرحمه كان بالساحة. شخصية يعني وهو كذلك ودودة ومنفتح ويعني أكيد قوران طلعت من الاتحاد الوطني يعني السيد جلال الطالباني الله يرحمه لا هو مرجعنا الروحي وهو مرجعنا بكل شيء ويعني أبناء أكيد أبناء تربى على إيد السيد جلال الطالباني طيب. يعني إحنا حزب ديمقراطي أكثر من كثير الأحزاب السياسية الموجودة بالساحة طيب. أكيد يكون لنا رأي ولكن يعني الرأي النهائي للمكتب السياسي والرئيس الحزب أكيد استاذ عقيل باعتبار انت يعني تمثل ائتلاف النصر يعني اتحدث عن جلسه اختيار السيد السوداني البارحه كان الشيخ قيس الخزعلي في غرفه صوتيه بتويتر ويتحدث انه كانت انفاس الزهراء حاضره بجلسه اختيار محمد الشياع السوداني بمعنى محمد الشياع السوداني الان يتمتع ببركات الزهراء حسب وصف الشيخ قيس الخزعلي يعني هذه الله أعلم بها احنا ما نتحدث احنا نتحدث عن واقع قصدي انا جاي اتخيل جلسة اختيار السوداني اللي صاحبتها يعني صلوات على محمد وآل محمد ليش يعني هذا شغل دولة هذا شغل دولة ما له علاقة خلص اخاف احكي الحكاية يعني اقول هسه لا بأس يعني ذكر الصلاه ذكر الصلاه اللهم صل على محمد وعلى محمد لا يحسبوها علي انا مليان ايضا اقول هذا شغل دوله يعني معتقد وهذا المفهوم يعني ما يخالف بس هذا شغل دوله يعني ما له علاقه برئيس وزراء ممكن باكر يسوي له شغله السوداني ونوديه يعني ممكن يعني بركات الزهراج دخلها بهيك قصه يا استاذ عقيل
شلون؟ أنا قلت لك يعني لا بأس، هي الصلاة بركة في كل الأحوال حتى في الدولة. ليش الصلاة هي مو حرام يعني أو فشي مو محبذ؟ الصلاة على محمد وآل محمد مطلوبة في أي وقت وفي أي مكان. هسه بعيدا يعني عن هذا الموضوع، لكن بس من تقولون اختارين السوداني وأنفاس الزهراء كانت موجودة، يعني معناه أن اللصم ما نقدر، هذا مقدس. أنا ما أقدر أنتقد السوداني بعد لأن هاي بركات الزهراء. احكيها صدق والله، ليش نضحك؟ هذا شيء، هذا شأنك بعد أستاذ عدنان، أنت شلون تريد تفسرها فسرها. لكن إحنا نتحدث صراحة عن كان فعلا يعني أجواء إيجابية. والسيد السوداني هو أيضا شخصية فارض نفسه، لديه تجربة في أكثر من وزارة ولديه عمل ناجح ولديه مقبولية لدى معظم طيب. الكتل السياسية، وبالتالي نحن يعني باركنا يعني هذا الاختيار، ونأمل أيضا بالفترة القادمة أن يتحمل السيد السوداني هذه المسؤولية. المسؤولية هي ليس سهلة والطريق ليس يعني مفروش بالورود، هنالك تحديات كبيرة، وعلى السيد يعني السوداني يعني أن يكون حذرا جدا وأن يكون يعني منفتحا جدا مع الجميع. هناك تحديات، هنالك كتل سياسية يجب أن يتواصل معها بقوة، هنالك يعني جوار إقليمي وعربي يجب أن يتواصل عليه، وهناك ملفات كبيرة وخطيرة مثل ملفات التنازلات ملفات وزارة الصناعة والزراعة وزراعة من الأمور، كل هاي السوالف يعني نقاط لا تعد ولا تحصى، وهذه هي مسؤولية كبيرة. لذلك نحتاج فعلا يعني هذه ربما تكون فرصة سواء للإطار أو سواء للعراق جميعا. إذا نجحت هذه الحكومة أنا أعتقد هو متغير جديد بالعملية السياسية، طيب. وربما يتم التعكز عليه فيما بعد بالمستقبل أن يكون هنالك قرار يعني بهذا الاتجاه. اليوم كافة القوى السياسية والمجتمعات وكذلك القوى سواء الشعبية والرسمية والشبه الرسمية هي اليوم مدعوة أن ننصر شعبنا، مو ليس من أجل الإطار ومن أجل السوداني، وإنما من أجل خلاص الشعب العراقي من هذه المعاناة. طيب البارحة الشيخ الخزعلي، اليوم أنا ما يعني بتغريدة، وهذا سؤال الدكتور اياد، يعني دعا بها دون أن يسمي السيد مقتدى الصدر، الشيخ قيس الخزعلي دعا السيد مقتدى أنه يعني يبارك أو يقدم المساعدة للسيد السوداني ويعطيه فرصة. تتخيل ممكن سيد مقتدى ممكن يعطي فرصة للسيد السوداني؟ هو أنا ردت من قلت لك فرصة تاريخية، ما حد كان يتوقع سيد مقتدى الصدر ينسحب من البرلمان لقوى الإطار التنسيقي، ولا بقوى الإطار التنسيقي كان ببالهم أنه ممكن هيك يفكرون أنه تخلى ساعة تماماً. أقصى شيء كان متوقعين أنه السيد مقتدى الصدر يكون معارض داخل البرلمان ويظلون يتحججون يقولون ما جاي يخلينا نشرع قوانين ولا جاي يخلينا نمرر، ويعصبونها براسه كل قضية تصير في قضية أنه باعتباره معارضة معطلة. والفرصة التاريخية اللي إجتهم هسه على طبق من ذهب، تأخروا لو باقين كثيرا على هذه الخلافات والانشقاقات، صدقني الإطار ما كان يصمد، لأن مشكلة حقيقية. هذه البارحة احنا يلا تجاوزنا الأزمة، كانت الخلافات عاصفة وكانت الصراعات والشخصنة واضحة. قضية ثانية قضية الفرصة، حقيقة أنا لحد هاي اللحظة ما جاي أشوف اعتراض واضح وصريح مثل اللي دائما يطرحه السيد مقتدى الصدر بقضية أنه يعني اعتراضه على هذا المرشح. ثانيا احنا لحد هاي اللحظة التكليف الرسمي اللي ننتظره يلا يبدي مهام السيد محمد الشيع السوداني، أعتقد أنه النقطة الأكثر تركيزا الآن يجب أن تصير على قوى الإطار التنسيقي أنه يكون خطابهم إلى الشعب، يا بهاي أولوياتنا، هذه مشروعنا وإحنا نتحمل المسؤولية. أما قضية الغيبيات أو قضية الشعب المقدس وتوظيفه بهذه القضية، وحتى الخطاب الآن يجب أن يكفوا عنه حقيقة. هاي زعامات قوى الإطار التنسيقي أعتقد الآن يجب أن تدخل في صمت إعلامي إطلاقا، ما تحدث، لا تكتب تغريدة ولا تحدث، تقول إحنا داعمين للسيد السوداني وانتهى الموضوع، والسيد السوداني يكون في مقابلة الجمهور قادر على إقناع الجمهور حياه الله. أما أنتم تقولون أنتم تفاخرون
هسه انه اختاريت مصاركم انتم اكثر من شهر والانتقادات كانت قاسيه عليكم. الان مشكلتكم الحقيقيه شلون تنظمون اولوياتكم، شلون تحلون مشكلاتكم مع حلفائكم اللي كانوا وياكم بالثلث المعطل والان انتقلتوا الى مرحله تشكيل حكومه. قضية ثانية تتعلق برئاسة الجمهورية. هو إذا الإطار دخل بصمت إعلامي سيد مقتدى، شي دخله بالصمت الإعلامي؟ أنت شايف تغريداته إلى كل الحرية. هو يقول لك يعني إلى كل الحرية، تدري ليش؟ لأن هو مترحي هسه، يعني شنو اللي عنده ضاغط عليه أنه ممكن يقولون عليه؟ حتى مناصب التنفيذية، هذه مشكلة الحكومة القادمة. إذا تعتقد أن هذا الشخص مكفؤ، لا حد يبقى يتحجج ويطلب من السيد مقتدى الصدر أنه هذا غير. الآن بالمعادلة السياسية أنتم بالواجهة، عليكم التحدث بشرعية المنجز، عليكم التحدث بخطاب الناس، بخطاب واقعي، خطاب عملياتي، لا خطاب شعاراتي شعبوي. بس يبطلون هذه القضايا ويقولون هذه خطواتنا. كثير من الناس بس هي مشكلتهم وين؟ ما يعرفون ايش وقت يسكتون ولا يعرفون شلون يخاطبون الجمهور حتى المعارض لهم. الان لا يخلون المشكله يم السيد مقتدى الصدر، السيد مقتدى الصدر حاسم امره، هو مشكله بالنسبه للاطار. طيب. هو معارض واضح وصريح ومستعد لكل الخيارات، فانتم بالنتيجه هم لازم تستعدون للخيارات. توقعاتك دكتور، لا تقومون بالشعارات هذه اللي استرضائيه. راح يمرر السيد السوداني في مجلس النواب؟ اكو احتماليه انه تعقد الجلسه يوم يعني الخميس يعني؟ لا، هو اولا اذا ضغطوا باتجاه انه حسب منصب رئيس الجمهوريه، وهنا هذه هي نقطه مهمه، الست بشرى والاتحاد الوطني بخطابه انا سمعتها من السيد يعني قباط طالباني، قال احنا مرشحنا مو السيد من هي ست بشرى؟ العفو، يعني هو ما ينتمي للفزع. انا اسال الضيف العزيز، من هو ست من هي ست بشرى؟ ست من هي ست بشرى؟ عفوا ست سوزان، ترى والله انا يعني ست سوزان اسف اسف انا صار عندي خطا، ابالي قصدي والله ابالي قصدي قصده بشرى، قلت من هي هاي بشرى؟ مو انا مليت ترى من سالفه انه من هو ومن هو، ترى على فكره انا بالبدايه يعني والله من الصبح اسمع بشرى، قلت منو بشرى؟ عبالي قصدي على احد من ست سوزان. لا لا مو يا ريت تعطيني دقيقه ايضا، انا عندي جايلك بدقيقه بس دخلتينا على بشرى، خلي كمل دكتور اياد. اولا انه امامهم خيار، لو يقبلون بآلية ديمقراطية إذا يقولون إحنا يترك الأمر للنواب، إذا خسرتم مرشحكم أيضا هم لازم يكون عندكم تفكير بالخطوة الثانية. التفكير بالخطوة الثانية ضروري. أيضا رحن الموضوع كله على شخص، هذا مو شغل سياسة. طيب. هذا شخص مع العنادات ومع المزاجيات ومع العصبيات. أشوف رأي ست سوزان لأن تزعل علينا ست بشرى، تفضلي ست بشرى. لا لا ما ازعل عليكم ان شاء الله، وتشبسه مبينت لها راح تنفك ان شاء الله. بالنسبه لي انا من ذكرت لحضرتك انه القرار النهائي يرجع للسيد بافل طالباني، احنا حزب ديمقراطي وكل ثقه على انه اختياره هو الاختيار الصحيح على اساس الفضاء الوطني ومصلحه الشعب بالبدايه وبالنهايه هو الاهم عندنا، على أساس أداء الدكتور صالح بالسنين السابقة. وبالنسبة للمعارضة القوية قد ما جلسة كانت هذا المعارضة قوية الأداء راح يكون أدق يوم الخميس إن شاء الله، يعني الأقاويل مرتكسة على أنه يوم الخميس راح تكون الجلسة. لا تقولوا لي أقاويل ست سوزان، أنت نائبة بلغوش أكو جلسة يوم الخميس؟ لا لحد الان ماكو تبليغ رسمي على انه اكو يوم الخميس جلسه. شكرا جزيلا لك ست سوزان منصور، نائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني. شكرا للاستاذ عقيل الورديني قيادي في ائتلاف النصر، والدكتور اياد العنبر استاذ العلوم السياسيه. شكرا لضيوفي الكرام. سؤال حلقه اليوم، هل تتوقع حسما وشيكا لمرشح الجمهوريه بعد اتفاق الاطار على مرشح الحكومه؟ اترككم مع اجاباتكم، شكرا لكم والملتقى غدا.